بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فختم سورة الإسراء بالحمد، وبدأ سورة الكهف بالحمد. والحمد لله دائما هي الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الكلمات: سبحان الله والحمد لله. سبحان الله بدأت بها الإسراء، والحمد لله بدأت بها سورة الكهف. سبحان الله تنزيه لذاته عن أن يكون له شبيه لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الصفات، والحمد لله فذلك تكبرة للذات. وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقالنا الحمد لله، فسبحان الله تنزيه، والحمد لله شكر على العطاء. والحمد لله هذه استهل بها في القرآن 5 سور: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الرابعة الحمد لله الذي له ملك السماوات ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. 5 سور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد، ولكن لكل حمد في كل سورة حيثية. أما الحمد في السورة الأولى فلأن الله رب العالمين، ورب يعني خالق ومتولي التربيع، أخلق من عدم وأمد من عد وتولى تربية عباده، فهو رب للعالمين، لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذي خلق العالمين وأمدهم بفضله. وبعد ذلك نعمة أخرى يحمد عليها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، آيات من آيات الله ونعمة من نعمه، لأن السماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بما يقيتهم ويستبقي نوعه، وخلق والظلمات والنور نعمة وفيها تقابل، علشان ما نفهمش أن الأشياء المتقابلة متضادة ولكنها متكاملة، فكما أن للظلمة مهمة كذلك للنور مهمة، النور فيه الحركة وفيه السعة، والظلمة فيها السكون والراحة، ولا يمكن لساع أن يجد في عمل إلا إذا ارتاح وسكن. إذن ففيها تقابل، والتقابل يفسره بعض الناس على أنه تضاد، ولكنه لا تضاد فيه، بل هو تقابل التكامل. عالم بظلمة لا ينفع، عالم بنور وحده لا ينفع، إذن فلا بد من اجتماع الظلمة والنور. وبعد ذلك يقول الحق: ذلك هي الأمور المادية، أربيتكم بس تربية مادية في رب العالمين؟ لا، أنا ربيتكم تربية مستوعبة، هذه التربية شملت أبدانكم مادية وشملت قيمكم، فإذا لا بد أن يوجد شيء. وخلق الظلمات والنور برضو أيضا للماديات، ولكنه جاء في هذه السورة ليذكر الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان، فهو خلقه لا لمادته فقط ولكن لرسالة مهمة: أن يعرف القيم، وأن يعرف الرب، وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع كل القيم. إذن فذلك الحمد حيثيته هنا أنه أنزل الكتاب. وقلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تصلح هذه الحياة في حركتها. وقلنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بقى علم القرآن جاءت قبل الخلق، إذن وضع المنهج للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، هذا الوضع للمنهج. ولذلك نحن نعامل أنفسنا على هذا، الذي يخترع أي آلة قبل أن يخترعها يعلم مهمتها ويحدد مهمتها ويحدد قانون صيانتها. فالحق يقول قبل أن أخلقك علمت الكتاب. إذن فالكتاب هو المهمة الأساسية الذي يجب أن تكون موطنا نفسك على أنها هي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إذن إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هي حيثية هذا الحمد. طيب ما هو الحمد؟ الحمد يأتي لفظ تشارك ألفاظ متعددة في المعنى في عموم المعنى. فالحمد ثناء شكر مدح، إلا أن هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى العام لكل لفظ منها معنى، وكلها فيها ثناء، إلا أن الشكر يترتب من منعم عليه بنعمة خاصة به، فإذا فعل لك إنسان شيئا تشكره عليه أنت لوحدك. لكن الحمد يأتي لنعمة لك أنت ولسواك، يبقى مش خاصة بك وتبقى رقعة واسعة. والمدح قد يكون لشيء لا يعطيك شيئا، فأنت مثلا تمدحه مثلا الشكل الجميل، تمدحه المنظر الحسن، تمدحه وهو لا يعطيك شيئا إلا أنه يسرك شوية. إذن ففيه مدح وفيه حمد وفيه شكر، كل واحدة لها إيه معنى. فإذا قال الحق الحمد لله بكلمة ألدي معناها الحصر، يعني الحمد الكامل المطلق لمن؟ لله. والحمد المستوعب لكل شيء، حتى إن حمدت أنت إنسانا قدم إليك جميلا فسلسلة الحمد تعود لله، لأنه قدم لك جميل. الجميل ده من أين أتى به؟ إنه جاء به من حركته، وحركته موهوبة من خالقه، والنعمة التي أمدك بها موهوبة من خالقه. إذن فإن سلسلت الحمد لأي إنسان في الدنيا فإن هذا الحمد سيصل إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله هذه هي الصيغة التي علمنا الله أن نحمده بها، وإلا فلو لم يعلمنا الله هذه الصيغة وأردنا أن نحمد الله ونشكره ونثني عليه على ما قدم لنا من نعم اختلف خلقه في ذلك الحمد اختلافا حسب قدرتهم على الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم، يستوعب النعم ودي ما تحصاش. طيب وبعد ذلك عنده القدرة الأدائية عشان يحمد ربنا. طب والعيي والأمي والذي لم يتعلم ماذا يصنع؟ فتحمل الله عنا جميعا الصيغة وقال احمدوني بهذه الصيغة، فتساوينا جميعا في كلمة الحمد لله، العيي والبليغ والأديب والشاعر وكل حاجة. إذن الحمد لله حين علمنا الله، ولذلك يقول رسول الله سبحانه لا نحصي ثناء عليك، إن كنا عايزين نسني ما نقدرش، أنت كما أثنيت على نفسك أنت اللي قلت لنا كده احمد قول الحمد لله. إذن فقد تحمل الله عنا صيغة الحمد ليستوي خلق الله في حمد الله، والعيي زي البليغ زي كله زي بعض. إذن فتعليمنا صيغة الحمد نعمة كبرى تستحق الحمد، فيبقى فنقول الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله. طيب والحمد اللي أولاً اللي انت قلته دي طب ما هو برضو نعمة، تقول والحمد لله على ما علمنا من الحمد لله بالحمد لله. إذن سلسل المسألة ثم تلتقي الحمد لا نهاية له، حمد على حمد على حمد على حمد على حمد. إذن فسيظل الله محمودا ويظل العبد حامدا، فيستديم العبد الحمد لله لأنها مسلسلة لا نهاية لا نهاية لها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كلمة عبده برضه هنا جاية زي ما جت في سورة الإسراء،
سبحان الذي أسرى بعبده. إذن حيثية الإسراء هنا تكريم العبودية الصادقة من محمد لربه. فلما بقى عبد حق رفعه إلى إيه؟ إلى حضرته. وهنا يبقى إذن رفعه إلى حضرته لأنه كان عبدا بحق. طب ولما رفعه إلى حضرته لأنه عبد بحق يبقى كان لازم أنزل الكتاب قبل كده، أمال هيبقى عبد بحق إزاي؟ لازم يبقى بمنهج. فكأنه أنزل عليه الكتاب أولا، خلاص. فالتفت لربه لفتة أراد أن يلفت بها سواه، فأخلص هو في العبودية وتحمل ما تحمل، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة، فعرج به. فلما عرج به أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى خلق، ليرفع خلقه بالصلاة إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج. إذن فالنبي تناول ليناول، وتناول لأنه أخلص العبودية. إذن فهو صعد إلى فوق وأخذ ما أخذ من أداء من استقبال فريضة الصلاة لينزل بها إلى أمته ويقول لهم اللي عايز يلتقي بالله يكون مصليا لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب الآية دي السورة دي 68 في الترتيب، يبقى الكتاب لسه مكملش من 114. أم قال لك ما هو الكتاب يطلق ويراد به بعضه، لأن زي ما بيقول على القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى الآية واحدة نسميها قرآن والسورة واحدة نسميها قرآن والكل نسميه إيه؟ قرآن. فهب إن دي صحيح 68 ولسه باقي سور تانية برضو، يبقى يطلق على ما أنزل. أو أن الكلمة مش نزل، الكلمة أنزل، وأنزل قلنا فيها مراحل. الأول من اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته، فالكلام في الإنزال لا في التنزيل. 68 والأولى والأخرى دي لمين؟ لكون نزل نجوما، أما هو فهو إنه أنزله كله، يبقى أنزل الكتاب يعني من اللوح المحفوظ ليباشر إيه؟ ليباشر مهمته في الإيه؟ في الوجود. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمة عوج تعني الاستقامة، غير ذي عوج يعني مستقيم، ما فيش فيه اعوجاج. ايه يعني الاعوجاج؟ معنى الاعوجاج ان لا ياخذ الشيء امتدادا موجزا، بل ياخذ امتداد. الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اقصر الطرق مستقيمه، لكن لو حود شويه كده وبعدين حود شويه كده وحد شويه كده يبقى هو طريق موصل بس مش ايه؟ مش مستقيم. ولا والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين، هذا التكامل ان كل واحد فيه خصلة الباقي محتاجها. إذن فلا بد من معايشة الخلق للخلق، ما نتدابرش، لازم نتواجه. اللي مش مهندس يعوز المهندس، والمريض يعوز الطبيب، واللي مش ما بيعرفش يكنس يجيب الكناس بتاع الشارع، واللي ما يعرفش يصلح الحنفيه يجيب السباك، واللي ما يعرفش يخيط هدومه يجيب الخياط، واللي ما يعرفش يعمل حذاء له، واللي بينتج ينتج، واللي بيستهلك يستهلك. اذا لابد ان يتواجه الناس. ليه؟ لان مسائل الحياه ما يقدرش واحد يستوعبها لنفسه، فلا بد من التواجه. هذا التواجه ان لم تنظم له حركه مرور دقيقه نصطدم ببعض. نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه كرب، اذا تواجهنا والتقينا فيه انت تبقى في نهايه الكربه ودك في اولها ما تشوفوش بعض، يحصل تصادم. يبقى اللي يخلينا ما نصطدمش ايه؟ ان الطريق يبقى مستقيم. انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد، الاستقامه ده هي
هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركة دي عشان ما تصطدمش حركة الحياة مع حركة الحياة، وبعد ذلك نصل إلى أغراضنا بشيء. ولذلك يقول قرآنا عربي في آية تانية يقول ايه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده. بس لما يجي العوج في آية تانية جابت ايه؟ لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا انت. ايه هي؟ ايه هي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا، ما فيهاش حاجة، صفصفا خاليا، لا ترى فيها عوجا ولا انت. ايه العوج وايه الانت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عيد المستنير كده نشوف بعض ونكشف بعض، المتوجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش. قال لك لازم حاجتين اتنين، لان اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه الثانيه عند الارتفاع قبلهم بعض. ولذلك يجي المرور الذكي يقول لك عقبه منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكايه دي. الله، اذن العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال دي، والامت عشان الارتفاع والايه والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام، وتستطيع والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا، هو ما فيش فيه عوج. قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. قال لا، طيب ما دام قيم مستقيم، قال لك يعني تأكيد لغير ذي عوج؟ أم قال لك ايوه. طب ليه كده؟ أم قال لك لأن الاستقامة والعوج قد تدرك بالعين المجردة، وقد تكون هناك استقامة ما تدركش بالعين المجردة. عايزة ميزان اللي بيسموه ميزان المية. ولذلك تيجي الطريق مرصوف يبقى عال ومستقيم ومستوي وتشوفه انت بالعين المجرده كده، وبعدين تيجي شويه مطره تروح فضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه، وتروح عامله هنا بركه وهنا تبقى ما بقاش ايه؟ ما بقاش فيه امت، في عال وفيه ايه؟ في واطي. فاكد غير ذي عوج بقوله ايه؟ قيم يعني مستقيم، أو قيم يعني مهيمن، زي ما نقول فلان قيم على فلان، قيم على حركة الحياة. يبقى هو في ذاته لا عوج فيه، وهو الإيه؟ وهو مهيمن على إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مش كده؟ مصدقا لما بين يديه إيه؟ من الكتاب، ومهيمنا عليه. مهيمن عليه، يبقى هو ده القيم على حركة الحياة وعلى ما سبقه من الكتب، والنهاية هنا إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ قيم بمعنى آخر. يبقى قيم تيجي بمعنى إيه؟ يا مستقيم يا إيه؟ يا له الإيه؟ الوصاية على الإيه؟ على الكل. فأقم وجهك للدين القيم اللي على الأديان كلها. وبرضو سيدنا يوسف لما جه لصاحبي السجن قال لهم إيه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به من سلطان، إن الحكم إلا لله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين الإيه؟ القيم. يبقى معنى القيم يعني المستقيم، وتبقى تأكيد لغير ذي عوج، يقيم يعني قيم على إيه؟ على غيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ايه العلة في الانزال؟ اي لينذر بأسا شديدا. طب المنذر يقتضي منذرا، هتنذر مين؟ لينذر بأسا شديدا، اهدي بقى الملكة العربية تقول لا ينذر بالبأس الشديد والعذاب الا من الكافر، واللي يبشر المؤمن. يبقى اذا القرآن بايه؟ بيسيب للملكة مجال، مش يجيب لك كل حاجة هنا على طرف السمام، عشان الإنسان يستقبل القرآن بتفتح فكري. تفتح الفكري هو بقى يوضب الإيه؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه. من المنذر؟ أنت اللي هتقول.
يبقى كأنه قال لينذر الايه الكافرين بأسا شديدا اي عذابا شديدا. وبعد ذلك ضخم العذاب وقال اسمع العذاب مش منكم البعض، كل واحد بقوته، ده العذاب من عنده، والمعذب يختلف العذاب باختلاف قدرته، وما دام العذاب من لدن الله يبقى بقدره الله، يبقى لا طاقه لنا بهذا الايه، يبقى لا طاقه لنا بهذا العذاب. لينذر بأسا شديدا من لدن، وقال هنا ويبشر المؤمنين، ما قالش ويبشر بس كده ان لهم اجرا، زي ما قال وينذر، زي ما شوف بس حتى برضو الرحمه جايه في الاسلوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. كان ولا بد ان تاتي ماكثين، ليه؟ لان الناس الفوا الاجر جعل على عمل، وينتهي الرول على قد العمل وخلاص وتنتهي، يعني اشتغل النهارده ياخد اجره النهارده خلاص. أم قال لك لا، الاجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعمله لنا، قال لك ده اجر حسن، اجر حسن وماكثين فيه. قال لك لان اجر الدنيا يصح ينقطع منك، يصح ما يجيش، اللي بيقدر اجر ما يقدروش على اجر عملك لانه مش منصف، لكن الله عادل وعلم ومنصف ومتفضل، يبقى هيديك اجر حسن ويزوده ايه بانه دائم غير منقطع، دائم غير ايه غير منقطع. ليه؟ لان مهما اخذت من اجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي اما ان تفوتك وتقعد من، واما ان تفوتها فتموت. قال لك لا، اهدي لا تفوتك ولا ايه ولا يفوت، ماكثين فيه ابدا. طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، طب ما هو قال لينذر الاولانيه، أم قال لك لا، ده أكد الإنذار هنا لقمة المعاصي. إيه قمة المعاصي؟ الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا، تبقى أكن الإنذار الأول لمطلق كفران ومعصية، والإنذار الثاني جاي ليه؟ طب ما هم داخلين في الأول، أم قال لك يعيدهم إعادة الخاص مع العام، أكن دول لهم حاجة إيه؟ لهم حاجة لوحدهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه، ولذلك يقول هناك ايه لما قالوا اتخذ الله ولا لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات ايه تتفطر وتخر وايه وتنشق وتخر الجبال هب ان دعوا لله ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ايه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عمليه صعبه يعني. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، القضية اللي قالوها دي أخذوها ممن؟ من أين جاءت؟ قال لك لا علم لهم فيها، لا ذاتي ولا علم موروث، لأن العلم يا ذات أنت شفته يا ورثت عن حد، أنت لا علم لك ذاتي ولا ورثت عن آبائك وأجدادك، يبقى أمر لا واقع له. وما دام أمر لا واقع أقول لك هو فيه، قالوا ما ليس لهم، هو في حاجة يبقى لها علم يعلموها؟ قال لك لا، لأن عدم العلم ينشأ من أمرين، إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك، وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلم غير موجود، يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا ورثوا عن أبهاته على الأول. طيب إذن هو في علم يمكن يعني يعرفوه، أم قال لك لا، ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم، وإما لأنه أصله مش موجود وغير الموجود لا يمكن أن يتعلق به، أن يتعلق به علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. شوف بقى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت يعني عظمت، دي مسألة فظيعة أوي إنها تخرج الكلمة دي من إيه؟ من بقهم. كبرت كلمة، وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبة، زي اسم بس لوحده، فعل لوحده، حرف لوحده، تبقى دي كلمة. أم قال لك لا، لو تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة هنا الإيه؟ قالوا اتخذ الإيه؟ الله ولدا، مش كلمة بقى، دي جملة. طب ما أنت بتقولها دلوقتي، وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع
وكوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش على الكلمة وهي كلمة. أم قال لك لا، ده الكلمة دي يطلقوا بقى الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك إيه، يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم نص يوم، وبعدين يراجع في الكلام تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة، أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما تتغيرش، أنت مش كلمة، ده إيه، ده كلام. وبعدين هناك إيه، حتى إذا رأوا هنا لما يشوف العذاب يقول إيه، ربي ارجع، يقول إيه، ربي ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أهو أدي الكلام اللي قال، قال لا إيه؟ ربي نعم لسه قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال إيه؟ كلا، مش هيعمل ده برضو، لو رد لعاد لما نهي عنه. كلا إنها كلمة، إنها اللي هي إيه؟ ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مش كده؟ وهناك برضو آية تانية، قل يا اهل الكتاب، ادي يا اهل الكتاب تعالى الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه، هي دي كلمة؟ ده كلام ولا لا؟ وإنما يقول لك زي ما يقول لك دي كلمة، هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض، انتهت المسألة، وكلامي كله إيه؟ واحد، كلمة واحدة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة يعني عظمت، وكيف قالوها تخرج من أفواههم، بقى كبرت كلمة تخرج من. طب ولو ظلت مكتومة، هم في بالهم كده قعدوا يقولوا يا ربنا له ولد ولا ألوهاش، أم قال لك هم لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا أن يقولوا ما في نفوسهم. ولذلك وفد اليمن لما جه للنبي قال له يا رسول الله إنه تدور بخواطرنا أفكار عن الله نتعاظم أن نقولها، يعني مش قادرين نقولها. قال ذلك هو الإيمان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.